الله تبارك الله وش ذا الزين، صلاة على النبي. 1970 شافي شيفيل اس اس 396 اس اس اصلي ما شاء الله تبارك الله. الموتر اللي متابعنا من فترة اكيد انه متابع الفيديوهات اللي نزلت عن الموتر هذا ما شاء الله تبارك الله، يوم شناه من عند المالك. طبعا المالك كان كولكتر سيارات كلاسيكية من ضمنها الموتر هذا. فقرر انه ينتقل من ولاية الى ولاية. في نفس الوقت النقل الداخلي عندنا شوي يعني غالي، فعشان كذا قرر يبيع من الكولكشن حقينا. وهذه واحدة من المواتر اللي توفقنا فيها ما شاء الله تبارك الله. طبعا اس اس 396 طبعا عندنا الكول انجكشن هود، اول ما تشغله تنزل معاك وراح نشوفه بعد شوي. وهذه مقدمة السيارة ما شاء الله تبارك الله. طبعا الموتر جاي من مصنع كاليفورنيا، الشيء هذا موثق في البليتة الخاصة بمعلومات الموتر. طبعا اس اس اصلي عليه مكينة 402 اللي هي تتكلم عن ال 6.6 لتر مشبوكة جير اوتوماتيك ثلاث سرعات. الجير هذا يسمونه جير الطيارة. ما شاء الله تبارك الله، هنا موتر خالي من الصدى، خالي من الحوادث في أفضل حالاته. طبعا القاعدة الأصلية، وعندك الميدل كونسول، الجير الأرضي مثل ما يقولون. في بعض منها يجيك الجير العلاقي، لكن اكثر الشيفيل اللي توفرت عليه طبعا هذا المليب، وبعد بعضهم يرهمونها الى شيفيل، لكن هذا شيفيل او بمعنى اصح اس اس اصلي. طبعا ايضا جاء مكيف من الوكاله. خلونا نشوف القاعده الخلفيه، اكيد كلكم متحمسين تبون تسمعون الوحش هذا، ف راح نشغله لكم بعد شوي ان شاء الله باذن الله. فنقول بسم الله ونشغله، نفتح داخل. طبعا لاحظوا معي اول ما اشغل الموتر راح تبدا تطفو. ما شاء الله طبعا الابيم شغال، العداد ماشي 33 ألف ميل. عندك التمبرتشر جيج، البيور، الراديو طبعا شغال. لكن اللي يركب الموتر هذا ما يبي يسمع صوت الراديو، يبي يسمع الصوت هذا. الله تبارك الله. طبعا موجود مع بعض الفواتير والاشياء هذه كلها، والريستريشن الجايد طبعا له اسمه كلها اشارات كثيره. عندك الفايزر هنا ما شاء الله. الجماعات اللي هنا تنزل معك. جميل. طبعا الشنطة ما فيها شيء، فعشان كذا لازم نطفي السيارة واللهم صل على محمد. نفتحها بالمفتاح، لكن بوريكم
موجود رسوم، لكن خلونا نوريكم القلب النابض. طبعا نشيل هذه يا طويل عمر السلامة، نشيل هذه، ثم بعدين خلوكم 100 دقائق. طبعا مثل ما قلت لكم المكينة الـ 402 البيج بلوك. طبعا الموتر تمت عليه بعض الصيانات، منها المساعدات، الأذرعة، البول جوينت، عندك العمود التوازن، عندك الجازكت فالف، عندك الدفرنشل الخلفي، عندك الأويل بن حق الترانسميشن، أشياء كلها يعني أنا غيرتها نفسي، بالإضافة إلى أن الموتر كان مصين من قبل، قبل ما يتخزن الموتر. ما شاء الله تبارك الله، نظيف 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 الموتر. ما شاء الله تبارك الله. خلونا ناخذه في تجربة قيادة الآن. بسم الله. أنا موجود مع الهاب كابز اللي عليها شعارات الاس اس، بس أنا ما ركبتها. حط اللوحة ونقول بسم الله. طيب بسم الله نأخذها في تجربة قيادة. البعض يقول انت ليش ما تقطع المقاطع، يعني ليش دائما اذا سويت الشغلات تكون يكون فيديوهاتك متواصلة؟ لأن أنا ما أحب أقطع المقاطع، خليكم تعيشون معي كل شيء، كل التجارب. بسم الله. غيارات ممتازة. المحددات شغالة. نسيت أقول لكم power brake الموتر، power steering. استفسارات ابد يتواصل معنا ويبشر بالخير.